J'espère que vous allez bien. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, les gourmandises de Yaya. On va se régaler, Inch'Allah, parce que nous allons faire un heart cake, ou bien ou bien le biscuit cœur. Bon, nous allons faire une pâte sucrée, ou là une pâte sablée qui m'a fait. Nous allons déjà la pâte sablée qui donne la tarte au citron. Vous allez adopter, vous allez adopter celle qui vous va le mieux, d'accord. Donc, je vais vous dire, pour la bon, ça veut dire une pâte sablée, on va dire une crème diplomate. La décoration, c'est facile, très très simple. Ou les gens des anniversaires, ou ils veulent l'offrir, avec c'est le meilleur gâteau à offrir parce qu'il est simple et délicieux à la fois. Regardez, on aura besoin de 3 cuillères à soupe de sucre glace. Ah, c'est bon, sucre glace. Parce qu'on a donc vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de sucre glace. Hada ma kan. Ou li habbi nqas, izidi nqas, idir ghir 2 cuillères, معليش. Wach nsahqou tanik? Ou nsahqou 125 g ta zbda, 125 g de beurre ou de margarine. Je dis bien 125 g. Donc vous aurez besoin de 125 g de margarine ramollie. Je dis bien ramollie. Ramollie maintenant, maïch d'ailleurs, qu'on c'est-à-dire tariyat, je bdoha, c'est-à-dire zubda tariyat, qu'on je bdoha mqbel mel frigo ta'kom bach tatralkom. Ou sucre glace madabikom tgherblo. Wach dirou doka? Ou habba bid, d'accord? Ou le farine 250 g. وتقدر تدي لكم شويه اكثر ولا شويه اقل على حسب نوعيه تاع الفارينه باسكو كاين دي فارين اللي تشرب وكاين دي فارين اللي ما تشربش دونك هذيك بارابور لا كاليتي دونك انتو كنتو ما ديروا ديروا حسابكم بلي كل ما ديروا ساجير 125 غرام تاع زبده ديروا 250 غرام تاع فارينه دونك الضعف تاعها لو دوبل لا فارين دو تاتر لو دوبل تاع لو بور هذا ما كان دوك انا راني شوفوا راني نخدم في لا كريم ديال بلا بات ديالي واش نزيد لها زيد لها حبه تاع بيض صغيره يفو بيان يوتيليزي صغيره سينو لا بات تجيكم معيانا شوفوا خدموها مليح شوفوا اللي تحب تخدم بيديها اللي تحب تخدم بالباتور كيما حبيتو اللي تحب ديرها في البيترين هذيك سي تافو دو فوار تلايمو بلا فارينه كنت تشوفوا نتوما كي تشوفوا شوفوا ديروا هذوك 250 غرام تاعكم تاع الفارينه بشويه كي تشوفوا هاد تلايمت تحبسوا سوا دونك ولا شتوها ما تلايمتلكمش مليح دونك لا فارين تاعكم ساجير لازم تزيدوا لها ساجير لي ترو ليجير لازم تزيدوا باش تشد لكم مليح ومن بعد هذيك لاباط واش ديروا عندكم قلت لكم لا ديرنيير فوا عندكم دو ميثود طريقتين سوا تحطوها تبرد تخلوها اون دومي اور ولا تحبوا ديروها لا في وتخدموا بها غدوم دا كيما حبيتوا اون توكا او موان ان كار دور ربع ساعه ولا نصف ساعه في الثلاجه تخلوها في الفريغو تاعكم تبرد مليح باش تشد ساجير باش تريح وباش ساجير لاميدون تاعها كامل ساجير باش تشد روحها سي سا ومن بعد نتوما واش ديروا ساجير ما توما تبداو فوز على لي تالي ساجير تبداو تفتحوها تحلوها بالحلال باش تخدموا بها الوغ سينو انا سكو جو في انا بور فير ساجير بور كسوا رابيد باش تكون طريقه ساجير سهله وسريعه لاباط ديالي غير نفوت نخدمها نرفدها نفتحها ومن بعد نديرها في الفريغو ساجير هكذاك في المول ولا ومن بعد كي تبرد مليح نرفدها ونديرها في الفرن ديالي انا وجدت لاباط تاعي حليتها قلت لكم انا ما نخليهاش ترتاح انا هذه هي الطريقه تاعي اللي كو جي ادوبتي دوبوي دي زاني وحده ما قال عليها سان فا ساجير ميو سي بلو فاسيل بور موا اي جو غان بوكو طو واش حبيت نقول لكم ما تنساوش في لي زانغريديون ديروا نص مغرفه تاع قهوه تاع لا ليفور على حسب لا كونتيتي اللي مديتها لكم تاع حبه بيض و 125 غرام دو بور فيها نص مغرفه تاع قهوه كي ديروا 250 غرام ديروا مغرفه قهوه تاع لا ليفور بالك وبالك وتنساوها سمحوا لي انا نسيت ما قلتها لكم في المقادير بسم الله ها هو القلب الاول بون ولي تخاف تفتحها قباله في البابيي كريسون تاعها وديرها في السنيوة باش تحطها في الفوق انا فتحتها قباله جي لابيتود اي دوك انا واش ندير نروح نحطهم في الثلاجه ولا في المجمد ولا حبيتو تحطهم في المجمد باش تربحوا الوقت ربع ساعه هذا ما كان لا حبيتو تحطهم في الثلاجه مينيموم على الاقل 30 دقيقه حتى لساعه باش يشدوا روحهم وباش ما
pour ne pas se rétrécir باش لاباط تاعكم elle va pas se contracter ما تتقلصش هذه هي انا نهضر بالعربيه والفرنسيه باش اصدقائي تاجر لي في الخارج يفهموني واخواتي وخوتي اللي في الجزائر ثاني كيفهموني دونك كما قلت لكم خلوها تريح سي تري امبورطون لازم تريح على الاقل 30 دقيقه في الثلاجه وشوفوا انا دوكا كاين الناس اللي تحب هذاك القلب تسجخ في الوسط تنحيه نتوما جيبوا موس ونحوا رسموا قلب ونحوا هذيك لاباط الدخلانيه باش يجيكم القلب متقوب في الوسط اي بور سو كي فيل لو غاردي كوم سا موا جو لو بريفير كوم سا سينون فوز اتيليزي ان امبورتو بياس رون او بيان ان بيتي كور او بيان افيك لو كوتو اي فوز الي فورمي ان بيتي كور اي فوز الي لانلفي كوم سا اي سارا تروي او ميليو لو كور ديالكم داكور Là, chauffe. Dero, mgrifa bien une cuillère bien bombée, mgrifa m'amala, ta la farine, ta farina, mgrifa m'amala, ta maïzena. Donc une cuillère bombée de farine, une cuillère bombée de maïzena ou wahda zouj, tout mala'iq ta sukr. نخلطوهم بارد في بارد ونزيدو لهم حبه بيض شوفوا تحبوا ديروا حبه بيض تحبوا ديروا زوج صفار بيضه دونك ان اف او بيان دو جون دو انا استعملت حبه بيض كامله يا اخي قلنا لا للتبدير هكا باش بعد انا اليوم ما عندي ما ندير بهذاك البيض كي تكونوا راحين تخدموا لي ماكارون استعملوا زوج صفار وزوج بيض ديروا بهم لي ماكارون يعني نعطيكم في دي زيدي نعطيكم دي زاستيس هكذا باش لا بروشين فوا تسلكوا روحكم خلطوهم مليح شوفوا دوكا بوغ بارفومي انا اليوم راني حن ديكوري لو غاتو تاعي بالازهار تاع الجاردان ساجي افيك دي روز افيك دي افيك دي فلور افيك دي فريز دونك دي فرامبواز اوسي وي انا نشوف انا بور موا لو دروز ماء الورد يمشي لي مليح مع لا ديكو راني حنديرها اليوم مع التزيين تاع اليوم دونك نستعمل قطرات من ماء الورد وميم طون على بالكم هذه حاجه تاع الثقافه تاعنا تاع لا كولتور تاعنا حنا ماء الورد نقطروه في بلادنا دونك على ما نستعملوش النكهات تاعنا اليوم ما درتش الفانيلا اللي حاب يدير فانيلا يدير كريم ديبلومات على فاني انا اليوم نديرها فخاز و ما ورد سيوها ورجعوا لي الخبر تجي بزاف بنينه انا نضيف الحليب بارد قلت لكم خاطر انا نستعمل حليب اوتمون باستوريزي حليب مبستر اللي تستعمل حليب تاع داك تاع الشكاير تغليه قبل وتزيدوا بالعقل على هذاك الخليط ومن بعد تعاود ترجعوا فوق النار نديرو الكريمه تاعنا تتقالنا فوق النار ونوصيكم دائما لازم النار ما تكونش قويه لازم النار تكون فريمون قليله شوفوا الفرن اصغر فرن اللي عندكم نتوما في الكويزينيير تاعكم ولا في لابلاك تاعكم فوز تيليزي لو فو لو بلو بيتي سور فوتغ بلاك او بيان فوتغ غازينيير داكور سي تري امبورطون وتقعدوا تخلطوا ا بيتي فو على نار هاديه حتى تعقد لكم لا كريم تاعكم هاي لاكريم تاعنا هي النتيجه اللي تحصلنا عليها وانا في الاخير كامل كي تبرد شويه نزيدو لها مغرفه تاع زبده ولا مارغارين فهمتوا دونك voici notre crème on ajoute une fois cuit on la laisse refroidir un petit peu et on ajoute une cuillère à soupe de margarine ou de beurre شوفوا تحقوا نص كاس تاع بودر الشانتيي دوكا باش نخدموا لاكريم تاعنا لاكريم مونتي ونصف كاس حليب نبداو نضيفو بشويه ونطلعوه بالباتور بالمضرب الكهربائي نطلعو هذاك البودره تاع الشونتيي مع الماء مع الحليب بون pour les gens qui n'ont pas de poudre de chantilly et qui ont de la crème fraîche يستعملوا لا كريم ليكيد à 85% de matière grasse je dis bien 35% de matière grasse باش تطلع لكم وتشد لكم مليح هادو الناس اللي ما عندهمش بودر شانتيي هي نورمالمون لا كريم ديبلومات نخدموها بالكريمه الطازجه انا ما عنديش كريمه طازجه في الوقت الحالي ما نقدرش نخرج نشريك وعارفين مع لو كونفينمون مع الحجر الصحي واحد يفيتي ماكسيموم لي سورتي يقعد في الدار دونك انا عندي لا بودر دو شانتيي نستعمل لا بودر دو شانتيي ودوك تشوفوا لا كريم ديبلومات تاعي والنتيجه اللي نتحصل عليها وتعجبكم بزاف شوفوا القهوه اللي تحصلنا عليه دوكا واش نديرو كيما حبيتو دوكا انا قلت لكم راني حابه تكون لو غوت لي سافور تاع اليوم روز فريز دوك سوا تستعملوا لي عندها مربى تاع لي فريز شوفوا انا عندي تاع الدار ولا تاع البيع كيما حبيتو انا عندي هذه انا خدمتها راني حندير مغرفه ما نكثرش اللي تحب تكثر ديرو كيما حبيتو زوج مغارف بون انا درت صغار اللي تحب دير هذا شوفوا
شوفوا هذه باتاغوم فخاز، انا نزيد قطره برك غير باش تمد لي اللون هذا ما كان. واللي ما عندهمش باتاغوم يستغناو عليها، ماهيش حاجه ضروريه، سي با اوبليغاتوار لا باتاغوم. دونك سيلوي كي نا با دو باتاغوم ما يوتيليز با، يمي جوست ان بو دو كونفيتور دو فريز او دو كونفيتور دو فرامبواز او ان كولي دو فريز او كولي دو فرامبواز او لا تاع لي سيريز او بيان لي سيريز. ريغاردي قد ما تضربوا بالباتور سي بيان باسكو لا كريم تزير لكم، فهمتوا؟ الفا بيان بروم الفا تسيري، شوفوا تزير مليح ولي سيري لا كريم ديالكم، النتيجه تكون رائعه هكذا باش لا كريم ما تدوبلكمش كي ديروها فوق لو غاتو تاعكم. وقت التزيين تاعنا كي نلحقوا باش نزينوا ما نتلقاوش صعوبات مع الكريمه مع السخانه اللي انا فيها. ودوك انا نحطها في الثلاجه تبرد، جو في لا ميتر او فريغو ابري ونعاود نولي لكم، ابري اون فا باسي على ديكوراسيون داكور. شوفوا نطابو السجر لاباط البسكوي ديالنا طايبه، صابلي ديالنا طايبه، لي كور تاعنا ها هم قعدو هما هما، اي سو سون با ريتراكتي، مات قعدو هما هما. شوفوا مات ما طلعو ما حبطو ما تقلصو ما حتى حاجه. واش نديرو دوكا؟ دوكا نبداو زاجير اون فا بروسيدي على ديكوراسيون، نبداو طريقه زاجير عمليه التزيين. عمليه التزيين واش نسحقو؟ شوفوا تسحقو اون بوش، اون بوش كيس بلاستيكي مع لي دوي اللي حبيتو. انا ديت هذا واخترت واحد اخر تاعك. واخترت هدايا هذا المدور سلويسي إيليرون. دوك تشوفوا انا نروح نجيب الكريمه تاعي، وما تتقلقوش على لي كريم، لازم تخلوهم يبردوا مليح، يفو لي ليسي بيان رفخواديغ او فريغو لي كريم تاعكم داكور. ونبداو وزيدوا جيبوا الفاكهه، جيبوا لي فريز فراوله، واللي عندها لي فرامبواز توت البري وعلاش لا تزيد توت بري، اللي ما عندهاش تستعمل الفواكه اللي راه ما عندها في البيت، واللي عندها ازهار جيب تانيك دي غوز باسكو انا حين نشبحوهم بلي غوز هكذا. شوفوا كريمه انايا هذيك لا كريم باتيسيير اللي خدمناها من قبل، اللي قلت لكم زيدوا لها كي تبرد مغرفه تاع زبده، خلاص ودرناها في الثلاجه بردت مليح لا كريم باتيسيير بيان رفرودي. دوك واش نزيدوا لها؟ نزيدوا لها هذيك لا كريم مونتي اللي هدرت لكم عليها، اللي استعملتها مع الفراوله مع معجون الفراوله افيك دو كولي ولا كونفيتور دو فريز ميكسي. ها نزيدوا زوج حتى ثلاث مغارف، نخلطوها مليح باش تولي لنا اون كريم بيان ميلونجي بوغ افوار اون كريم ديبلومات. البقيه تاع لا كريم لو غاست دو لا كريم مونتي اللي قعدت لنا كريمه المخفوقه هذيك اللي قعدت لنا، واش نديرو بها؟ نزينو بها مع الحلوه ديالنا. دوك تشوفوا واش راني حندير. بسم الله. شوفوا راني حنبدا لا ديكوراسيون تاعي، جو انتامي لا ديكو. هذيك لا كريم ديبلومات اللي قلت لكم اللي خدمتها قدامكم كريم باتيسيير وزدنا لها لا كريم مونتي، هذيك نشبح بها من الداخل، ولا كريم شانتيي اللي قعدت لي لا كريم مونتي اللي قعدت لي نشبح بها من برا. دوك تشوفوا واش راني حندير. شفتوا لا كولور شحال جات شابه كي درنا لا كونفيتور دو فريز وتخلطت مع صافي، اون افي لو روز مع لو بيج اللي رايح للجون كلير تاع لا كريم باتيسيير، مدنا هاد لا كولور باستيل. جادور لي كولور باستيل، مدنا كي لي ان بوا دو روز كلير. بون تقولوا لي كي تفلسفي ميم، شوفوا عندي بزاف مواهب الحمد لله، هذه نعمه من عند رب العالمين ماشي غير في المجال تاع الطبخ، هم يعرفوني على بالهم شنو نهضر، ميم في لي كولور في لا ديكو فريمون نحب. قال لك شوفوا ان الله جميل ويحب الجمال، عبالكم باللي يفو سافوار كيفاش يقولوا، لازم الانسان يعرف كيفاش يبروفيت دو سافي، لازم يكون دواق بزاف. بسم الله. شوفوا شوفوا مع نتوما تزيين نتوما كيما تحبوا، فهمتوا؟ دائما نقول لكم فوا اتر كرياتيف، انسبيري فو ديكوري بلي مويان اللي عندكم، ماشي شرط ديروا واش راني حندير انايا، فهمتوا؟ ديروا كيما حبيتوا، شوفوا واش عندكم في الدار ديالكم. شوفوا كيما قلت لكم لا ديكوراسيون كيما حبيتوا، انا ما نطولش عليكم ودوك تشوفوني من الفوق كيفاش راني حندير. شوفوا
ابخي لي غوزاس ديروهم كيما حبيتو بلا دوي اللي عندكم. انا هذا واش عندي بور لو مومون واحد اخرين رقاق صغار بزاف ما نقدرش نستعملهم. استعملت هذه اللي شفتها باللي كبيره وتوالم بسم الله. وديجا انا نحفظت هذه عندها سادير الشكل تاع قولوا معايا تاع القرنفل زي وانا نحب بزاف القرنفل. شوفوا قرنفل لا فلوغ مانيش نقول لكم قرنفل اسمها لي بيسا باش تفهموها سادير لي ما يعرفوش بزاف لي بلونتيتو. ديروا لي رياليزاسيون تاعكم ماذا بكم في لاباج تاعي لي غورمانديز دو يايا سور فيسبوك او بيان سور انستغرام يرحم باباكم. ديروا لي رياليزاسيون تاعكم خلوني نشوف واش درتو سان فورا انورميمون بليزير على بالكم سيل فو بلي. انا نقول لكم ونعاود لكم او ميم طون انا ماذا بيا كي يكون كاين تفاعل نعرف بلي صح لاشين تاعي فادتكم باسكو انا فريمون اللي نعطيكم من قلبي دي زاستيس اللي واحد ما علمهم اللي تعلمتهم وحدي. قلت لكم سي اونتيامون اوتوديداكت صاجي ا فورس دو كويزيني دو باتيسي تعلمت دي شوز وحدي. مديت لكم كامل لي زاستيس تاعي هادي سي اون ريسيت ريفيزيتي دائما ندير لكم اللمسه تاعي تاع يايا وعلى بالي بلي حتعجبكم هادي على بالي بها والله على ما اقول شاهد. انا دائما ندير لكم لو ميور دو سكو جي ابري داكور. شوفوا ندير هنا لي فرامبواز قلت لكم اللي ما عندهاش لي فرامبواز تستعمل غير لي فريز. Faut travailler avec les moyens du bord. Dès maintenant, elle comme Hadi à la guise d'y aller dans le monde. Je suis une personne très simple. Je suis pas compliquée. Je travaille avec ce que j'ai. Vous pouvez faire des merveilles avec ce que vous avez dans la maison. Allah, vous pouvez faire des miracles. Et sur la base de ce que je dis, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas voir. Et vous pouvez faire des familles, vos enfants, vos enfants, avec rien du tout. Avec ce que vous avez dans la maison, vous pouvez faire des choses. D'accord? Voyez, on a décoré ça. Bon, j'aimerais bien offrir ça le cœur. À tous mes abonnés, tout, c'est-à-dire Kamel, soit les femmes ou les hommes, Kamel les abonnés d'Yaoulkom, d'Yaoulim, on leur met à comme ça, les jetonner, parce que vraiment on a, quand nous chauffions à Hadja Saïba, finalement vous m'avez facilité vraiment la tâche, les commentaires, t'es ouais comme, les jetonner, comme il y a comme ça, ou quand comme d'habitude c'est tafaoul acteur, un maximum de partage parce que j'aime vraiment le chemin que vous avez parcouru, le chemin il est encore long, j'aime vous apprendre comme zéro chose. فريمون بزاف حاجات. شوفوا وليدي قلت له جيب لي لي غوز راح جاب لي كامل لي غوز اللي كاين في الجاردة باسكو هو تاني فينالمون إلي كوم موا إلام بيان فيغ بليزير أو زوطخ ربي يحفظه لي إن شاء الله. بنتي أي تعيط أي حبة ترقد الله يجعل سمحوا لي. شوفوا هذا لو كوغ نهديه لكم ليكم. بون جو كخوا كو جوفي با ميتر دي بيش علاش قلت لكم شوفوا ولات نتوما على حساب كيف كيما حبيتوا. انا صبت باللي لي باش ما لقيتش وين نحطهم سي با سور بلي نديرهم دونك مانيش راح نديرهم نكمل غير بلي فرامبواز ولي فريز. داكور ما شيري شوفوا هاي النتيجه النهائيه. وحبيت نقول لكم باللي سادير لازم نتوما لو بونور نتوما تحوسوا عليه ماشي هو يحوس عليكم فهمتوا. لازم نتوما بواش عندكم كي بلا فاصون كيفاش سادير نتوما لا فاصون اللي كو عايشينها نتوما اللي تسقموها حتى واحد ما يجي يسقمها في بلاصتكم. نتوما تفرحوا ولادكم تفرحوا العائله تاعكم والديكم افيك ريان دو تو تقدروا ديروا جو عائلي سادير في الاوضاع اللي انا عايشينها لازم الواحد يطلع الموغال ليه والعائله تاعو حاجه سامبل. واش نقول لكم حبيت ندير اهداء بارتيكولير mon amie Fatma Zohra, c'est une personne très attentionnée qui m'a toujours soutenue. On l'aime beaucoup. On l'a. Tu es mon amie de cœur. Bihfdek, nti yahouda bintek. À tous mes cousins, cousines, le Kamel Hbabi, ma famille, mes parents, mes enfants, mon époux Kamel, Aziz Aliya, on l'aime bien comme ça. Et sans oublier ma chère Aïdou, les Kent Maya, le mouchoir taï. On l'aime bihfdek.
نسيت باش نقول لكم حاجه، هذا لو هارت كيك او بيان لو غاتو سادير ان فورم دو كور، نقدروا نديروه بان اوتر بات سادير اون داكواز او بيان ان بيسكوي جوكوند. فو زالي مدير سي كوا سا، لي يعرفوا لا باتيسري يعرفوهم، واللي ما يعرفوش نقول لكم هاد لي بيسكوي كيما سادير لا داكواز نستعملوا فيها اللوز مرحي ولا نوات كوكو مرحي ولا جوز مرحي. وشنو هي فيها غير سادير فيها مورينغ. دوك كي تعلمتوا قلت لكم انا بتيتا بتي، انا المشوار تاعي مازال طويل معاكم بربي ان شاء الله، بصح شنو هي نوصيكم حاجه، دعموني سادير لحقوني للالف، باسكو سينو لا شين تاعي تغلق اي سا سرا فريمون دوماج، باسكو فريمون فوزالي ابروندر بوكو دو شوز افيك موا. وعلى بالي واش راني نهضر، قلت لكم لا داكواز نعلمها لكم ابري، باسكو ما حبيتش نديرها لكم هي الاولى، خفت اللي ما يعرفش يدير لا مورينغ وما ميتريزيهاش سادير ما تنجحلوش الوصفه، مالغري كو هي ما فيهاش مقادير بسيطه وما فيهاش سادير كونتيتي كبيره تاع اللوز ولا الجوز ولا لا. بروشين فوا باذن الله نديرها لكم، ندير لكم هذا لو غاتون فورم دو كور، نديره لكم بالداكواز ولا لو بيسكوي جون كونت سيو. هذا ساهل وكون حيت رجعوا لي الخبر، وعلى بالي باللي يعجبكم بزاف. ايا السلام عليكم، وان شاء الله نتلاقاو كما يقولوا عن قريب، وندير لكم حاجه تانيك بنينه وسهله وتوجور بلمساتي الخاصه. دائما نعاودكم باش تكون باش تكونوا متميزين، تميزوا على الناس. كيف تتميزوا؟ كل واحد تكون عنده لمسه. نقدروا كامل وصفه، وشوفوا كاين وصفات عالميه كامل الناس ديرهم، بصح وكان ما تكونش عندنا اللمسه تاعنا الخاصه. صافي نتوما ما تقيدوش باش نمد لكم ولا يمد لكم واحد اخر، لازم دائما تكون عندكم اللمسه الخاصه. انا اليوم اللمسه الخاصه تاعي لا ديكوراسيون تاعي، تاني لا كريم تاعي اللي درت لها دو سافور دوبل سافور، الفراوله مع لي فريز مع ماء الورد اللي هو لو دروز، هكذا باش تكون عندكم ان جو سبيسيال، حاجه جديده وبنينه. سيوها ما راكوش رايحين تندموا. وعليكم السلام عليكم.